أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام في بث حي ومباشر الآن من العاصمة عمان، تحديدا من صالة عقل للبليارد والسنوكر شارع الجامعة. الآن مجموعة الريس 11 ما قبل النهائي ما بين علاء نعيم ومحمد المعاني. الآن تبقى من هذه البطولة بطولة المملكة، طبعا متابعينا الكرام برعاية الاتحاد الأردني للبليارد والسنوكر، تبقى من أسماء هذه البطولة أربع أشخاص ألا وهم علاء نعيم والكابتن محمد المعاني وخالد الشمايلة. والكابتن بلال الطبيشات، طبعا بلال الطبيشات ومحمد المعاني وعلاء نعيم ومحمد المعاني، ويبدأ كسرة البداية الكابتن محمد المعاني. طبعا متابعينا الكرام بخصوص بطل المملكة 2021 خروج من البطولة، والآن من تبقى أربع أسماء من جديد. نزار التميم خرج خارج البطولة، أربع أسماء، الاسم الأول علاء نعيم ومحمد المعاني والثالث بلال طبيشات ونعم نعم صعبة. يعني الحظ العاثر في نهائيات بطولة المملكة أو ما قبل النهائي، يعني المفروض يزال من قاموس اللعبة بالكامل. أكيد من تبقى في نهائي بطولة المملكة راح يكون على مستوى جيد جدا، فلذلك صعب يأخذ فرصة، وما ينهي يعني ضروري يكون الإنهاء في نعم نعم. والمشكلة إنه صالة البلياردو ممتلئة ب الأشخاص، وللأسف الصوت نعم. يا سلام على الجيم الأول. مبدئيا يبدو لعلاء نعيم، تبقى الناين نعم صحيح، 1-0 لمصلحة علاء نعيم. ويستعد لكسرة بداية الجيم الثاني محمد المعاني. يعني كانت قبل شوي بطولة أو لعبة مجموعة قوية جدا ما بين نزار التميمي ومحمد المعاني، انتهت 11-9 لمصلحة محمد المعاني. يعني من أقوى المجموعات اللي شاهدتها بصراحة على أرض الواقع. هارد لك لبطل المملكة 2021 نزار التميمي. وكل الشكر لكل من حاول الاشتراك وكل من شارك
لمجرد المشاركة أو لمحاولة تغيير بعض الأسماء وترتيبات الأسماء المعروفة في البطولات الموجودة. وشكرا جزيلا للاتحاد الأردني على ما قدمه من تنظيمات أكثر من رائعة وإدارة رائعة، وكل الشكر لعطوفة رئيس الاتحاد طبعا ناصر الحديد. المتابعين بيسألوا عن خروج نزار أو لا نزار خرج نهائيا من البطولة. هارد لك كابتن نزار. سيفتي شوت. تفضل. لغاية الآن متابعينا الكرام علاء نعيم يسيطر على الفريم الثاني. خطأ يعني بصراحة راح يلوم نفسه عليه بعدين، يعني خطأ غير متوقع وطابة سهلة جدا. هذا ما أسميه الخطأ القاتل بتوقيت غير صحيح وما قبل نهائي بطولة المملكة. مش صحيح، راح يلوم حاله بعد اللعبة أنا متأكد، في مستوى مثل مستوى الكابتن علاء نعيم. يعني لن تحصل على لقب البطولة إلا إذا كان المستوى الفني أكيد أقرب إلى السحر. يعني نهائيات بطولة المملكة معدودة على الأصابع، الأسماء التي دائما وأبدا تكون في النهائيات بصراحة لغاية 4 أو 5 سنوات لم تتغير. هذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم دخول الأسماء الجديدة، لعدم فتح معسكرات تدريبية في محافظات المملكة و
بمشيئة الله راح نشوف أسماء جديدة في الأوقات القادمة. وهذه السنة 2022 بوعدنا طبعا رئيس الاتحاد الأردني أنه راح يعمل مباريات تنشيطية يعني باسم الاتحاد مشكورا، ونتمنى الأفضل للجميع. ونتابع الآن إخواني المتابعين مع الكابتن محمد المعاني. الآن طابة صعبة بصراحة، زاوية حادة ورؤيتها من مكان الكيوبور الآن صعب، بحاجة لتركيز والمخاطرة. يا السلام عليك، يا السلام. وين الخصم رايح؟ الخصم أوه كادت. ما زالت صعبة أخواني المتابعين مع العلم. يا السلام عليك. 2-1 لغاية الآن لمصلحة محمد المعاني، واللعبة تزداد تشويق. كسرة مبدئيا متابعينا الكرام موفقة، ولكن الصعوبة الآن يا السلام عليك. ما في صعوبة، نتراجع عن الكلام. الآن بحاجة لتكتيك مميز لمتابعة الجيم. والله في صعوبة، ما زال. شوف الآن هاي الطابة يخلص منها. احنا يعني لما يكون الخصم قريب عن البند بيكون بصراحة الدقة أعلى. الآن تعود الفرصة لعلاء نعيم، ما زالت صعبة وبحاجة لبوزيشن واحد جيد. الخصم وين رايح؟ فري بول. الآن من المفروض ينهي. المفروض الآن الإنهاء، ما في خيار آخر. الجيم سهل جدا، في مشكلة عند رقم 8. الآن راح يفكها أكيد كونه أخذ فري بول. الآن يتحكم بخصمه أينما شاء. اللعب 11 جيم اخوي، الريس ل 11. يا السلام عليك، توب سبين رائع. الان هذا اللي حكينا عنه من البدايه. الان بحاجه لبوزيشن واحد وبيقدر يتابع الجيم ويفكك الجيم بسهوله. اتوقع لو رجع الخصم كمان شوي بيكون افضل، ولكن الامور جيده، مسيطر عليها.
أكثر من رائع يا محمد المعاني، يعني تبارك الرحمن يملك يد سحرية خاصة بالتحكم بالخصم ودقة الشوت. ما قبل النهائي بطولة مملكة يعني لعبة مش سهلة نهائيا، والبرشر عالي أكيد. الله عليك، ينهي الجيم رقم 3 بالنسبة لمحمد المعاني. طبعا 4 لاعبين، أخوي أبو عمر الآن يتبقى لدينا أكيد محمد المعاني وعلاء نعيم وبلال الأطبشات. متابعينا الكرام، سيتم كتم الصوت يعني لوجود إزعاج بالنادي، نتابع معكم.
لحظات متابعينا الكرام، وسنعيد الصوت ولكن مشكلة تقنية وجاري الآن إصلاحها.
الآن متابعينا الكرام 10-9 لمصلحة علاء نعيم، الفارق جيم وبحاجة لجيم واحد لإنهاء هذه المجموعة. يعني أكيد البرشر مرتفع عند كلا اللاعبين وبحاجة للحذر، الحذر ثم الحذر في كل ضربة. الخصم وين رايح؟ سنوكر، الله أكبر. يعني بصراحة توقيت مش صح، وهذا السنوكر يعني بيدمر الأعصاب، وبصراحة المفروض يعادل على حتى يقدر نشوف الجنب، نشوف الجنب. يعني ضربة جيدة جدا كونها سيفتي. افتح لي بالله الشاشة والله. يعني يبدو ممكن سنوكر في بند الوسط. يعني الآن سنوكر أتوقع بند واحد فاول. الآن فرصة لمحمد المعاني، والله فرصة قوية جدا للتأهل، أقلها للتعادل مع علاء نعيم. يعني فرصة لا تضيع نهائيا يا محمد المعاني، وأنت بحاجة ماسة جدا لهذا الفريم. يا سلام يا سلام، بوزيشن أكثر من رائع على رقم 8 وما قبل النهائي في بطولة المملكة. ما في مشاكل، ستريس موجود، تعب موجود، الله يعطيهم العافية الشباب. ضربة غير موفقة من كابتن محمد المعاني، وبوزيشن جيد عند الناين، ولكن الكفر ضربة جيدة، جود كفر، يعني سيفتي شوت. ويقابلها الآن على بسيفتي فيها سنوكر. أعطي نفسك فرصة لأقل تعديل للتعادل، وأعطاك نفسك نفس تلعب الفاصل. المخاطرة يعني ما في داعي، بركز على الضربة مرة ومرتين وثلاث. بالنهاية بحسبها بالطريقة الصحيحة،
بحاجة لهذا الفريم طابتين فقط، والآن بصراحة لازم تظهر اللعب، خبرة السنوات، لاعبين مش سهلين نهائيا. خطأ قاتل، خطأ بيخسرك مجموعة كاملة يا محمد المعاني للأسف. هارد لك على هاي الضربة، وعلى ما أظن هارد لك للمجموعة كاملة. نعم صحيح، يخسر محمد المعاني هذه المجموعة إخواني المتابعين بسكور 11-9 لصالح علاء. ألف مبروك علاء لهذه المجموعة، ونعود وإياكم ببث جديد، انتظرونا.